طب انا نسيت اسالكم، انتوا في الحجر عملتوا ايه في الحجر؟ اصل في ناس في مصر كان فيها نوعين من الناس، ناس التزمت التزامات يعني زي الكتاب ما بيقول، واتحبسوا بجد 4-5 شهور لهم ولولادهم خرجوا على الاطلاق يعني اللهم فيما الضروره القصوى، وفي ناس الكورونا ما عدتش عليها اساسا. لا عدت علينا كلنا. لا حد يقول لي بقى انت عملت ايه؟ انا عدت عليا قوي. ايه بقى؟ كنت بلبس 3 كمامات فوق بعض، كنت برش الكحول ذات ما يعني برش الكحول ابقى خاف من الكحول وارش. كان اجراءات كتيره. لا 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 كنت ارش المخده وتعبت. المخده؟ اه والله. ليه؟ ما انا بقى ايه اصلي وسوست في لحظه كده زادت عندي قوي بقى اللي هو انا ايه ما غسلتش شعري فشعري خبط في المخده يبقى الكورونا لزقت في المخده برش المخده فقلت اما انا شعري لسه اخش اخد دش اخرج اقول يلا ومسكت الدش ارش الدش اقول طب ده انا هموت كده انا من الريحه اعوذ بالله. يعني انت الموضوع كان واخد معاك جه عليا فتره كان اسود. طب وانت من الناس اللي اشتروا ادويه احتياطي وكده؟ لا ما اشتريتش ادويه. بس اشتريت بقى كمامات كتير وكحول. طب والفيتامينات؟ ولا فيتامينات. ما اخدتش فيتامينات؟ لا 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 انا بخاف من الدواء برضه يعني ما بحبوش مش اخد دواء خالص يعني مهما معايا ما اخدش دواء. بس الفيتامين ده يعني كان هي عشان يزود المناعه. ما زمان بقى وانا صغير كنت حاسس ان انا تعبان كده في البيت والله فقلت لامي انا عايز اخد فيتامين فقالت لي روح اكشف رحت للدكتور ودخلت له السلام عليكم قال لي قلت له عايز فيتامين قال لي ليه عايز بايه يعني قلت له حاسس ان انا عيان كده ومش زي زمان مش ده زمان وانت صغير والله مش زي زمان ازاي وانا جنين يعني مش زي زمان ايه انت كويس ما احنا زمان يا هو بيقول لك ده احنا زمان يا قال لي مين قال لك تاخد فيتامين وكده قلت له انا حاسس ان انا عايز فيتامين اديني بس مالكش دعوه انت ايه اعمل لي تشكيله حلوه كده عشان صحتي ترد قال لي انت ما فيكش حاجه قال لي انت كويس يا ابني وبتاع واجري دلوقتي من العياده لحد البيت وما تقلقش هتلاقي نفسك كويس فخرجت فعلا جريت لحد البيت لقيت نفسي كويس جدا مفيش اي حاجه بعد كده اكتشف ان الدكتور ده كان التمرجي اصلا وما كانش عارف انت قال له بس مستحيل اخد فيتامين في حياتي لا فيتامين ولا ده ولا اي حاجه انما تعمل احتياطات بقى اكتر كمامات ارش الشيبسي وارش اللانشون وارش الاكل ايام زرقاء اعوذ بالله ربنا اشترك دلوقتي واتفرج على كل اللي نفسك فيه واتش ما تخليش حاجه تفوتك.